السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء من مدينة السادات المنوفية، بنحييكم وبنقول لكم إحنا جايين نعمل شغل حديث، سباكة حديثة، منظومة حديثة، سباكة صحية نظيفة، منظومة صرف صحي حديثة. هي معنى كلمة حديثة إن هي مش جديدة، هي قديمة من قديم الأزل بس محدش بيعملها. وهنشوف الفيديو ده بالمناسبة، هنشوف الصح والغلط، مش الغلط، هو كذا طريقة للشغل في البداية. هي طبعا احنا في بداية الكلام خالص، بنبدأ سيادتك، بنيجي هنا كده ببدأ أرفع إفزاني، أشد خيطان، دي الطريقة الهندسية لشد الخيط بتاعي حضرتك. بسقط الخيطان، بسقط الخيط بتاعي، باخد مقاساتي انا عايز اطلع فين والشبكة بتاعتي فين، بسقط الخيطان بتاعتي، اشد من تحت على الخيط بتاعي يكون الضربة ميزان، واظبط على الميزان واروح لك جاي مقفز، ويبقى قايم بقى معايا ميزان حتة واحدة. دي كلها حاجات فنية بتاخد مني وقت ومجهود ذهني ومجهود بدني طبعا. اللهم لك الحمد، ده هنا بدأنا نصمم، بدأنا ننفذ. انا عندي هنا كده في الوش، هكذا يا عم محمود، انا عندي هناك هنا كده في الوش سيادتك، في عندي 5 مواسير هيطلعوا، علشان عندي 5 شقق هيطلعوا معايا هنا مية اغذي بيها المبنى. طبعا عاملين لكل عداد، لكل شقة عداد، لسه ان شاء الله هنشوف الكلام ده كله. عندي المطبخ هنا، وعندي بيبة المطبخ بالغسالات الناحية التانية. عندي هنا ده على العمود، انا هنا طالع سيادتك، انا هنا طالع ب3 خطوط، خط بيب، خط اواعد 4 بوصة، خط نفس. في ناس ما بتحبش تعمل الكلام ده، احنا مش هنجبر حد على حاجه، احنا بنقول احنا بنعمل كذا. انت عايز ايه؟ انت طلب سيادتك ايه؟ انت عايز من ابو كام؟ انت عايز موضوع وماشي صرف وخلاص ماشي، عايز صرف صحي ومنظومه صحيه ماشي. طب انت ليه بتقول الكلام ده يا اسطى محمد؟ يعني اذا احنا بصينا، بص الناحيه الثانيه هناك اهو، ده مبنى زي الفل، الله اكبر، معمول فيه شغل كويس جدا 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. بس زي ما انت شايف طالع هو خط 4 بوصة 1، وطالع واخد خط البيب وخط الاواعد. دي مبنى اهو، مبنى تاني جنبي الناحيه التانيه نفس الموضوع. بص الناحيه التانيه برضو هنا نفس الموضوع، المبنى اللي جنبي برضو طالع بخط واحد، مدي اواعد ومدي بيب. طب انت ليه يا عم محمد بتصور الكلام ده؟ امشي كده يا عم محمود. احنا بنصور، بنقول ان الناس اللي عامله خط واحد زي هناك ده كده، ده مش غلط، ده صح. هات هناك ده كده، اللي المبنى اللي هناك ده غلط مش صح. صح ليه؟ ما هو ماشي لك مواسير صرف والكلام ده. طب واللي احنا بنعمله هنا برضه صح، وبيمشي لك مواسير صرف والكلام ده. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انا كعميل هدفع دبل الثمن، او هدفع مبلغ كبير ليه؟ هتدفع مبلغ كبير ليه؟ هتتابعونا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله عشان تعرفوا رد السؤال دوت بعيون حضراتكم وبارائكم وبالعقل والمنطق. هو اللي يقول ايه اللي صح وايه الغلط، ده صح، واللي معمول جنبي صح، واللي معمول تحت مني هنا كده صح، الناس دي كلها صح واحنا كمان صح. بس الصح بتاعنا بيكلفك سنه في مواسير، في اطوال، في الكلام ده، بس هترتاح بعدين. هتشوف الكلام دوت ان شاء الله. طبيعنا هنا في السادات منوفيه، اللي عايز يشرفنا يشرفنا، هنعمل حاجه باذن الرحمن. انا لفيت في الاماكن اللي حوالين دي كلها، ما لقيتش حد عمل اللي احنا هنعمله. ان شاء الله تابعونا باذن الله، هنستفيد ونستفيد من بعض في منظومه ازاي اعمل صرف صحي في المبنى، ايه فايده خط النفس، ايه فايده الخطوط اللي بنعملها دي كلها، هنعرف ايه الفايده باذن الرحمن. تابعونا على صفحه سباك شاط على فيسبوك وقناه سباك شاط على يوتيوب، ولا تنسونا من صالح دعاكم دعوه صالحه، من رجل صالح تكفينا بالدنيا وما فيها. شكرا.